سلام البنات، نرحب بكم الكل. متنساوش تعملوا لي اشتراك انتم اللي دخلتوا جدد، تضغطوا على لايك لا فيديو باش يوصلكم كل ما هو جديد. اليوم جانا عنا وصفه روعه وناجحه 100%، كما قاعدين تشاهدوا في الصور. يعني وصفه تمطلو راح تعجبكم ان شاء الله. نتمنى لكم فرجه ممتعه للفيديو تاع اليوم، ونمر مباشره مع مقادير وطريقة التحضير. اليوم إن شاء الله عنا وصفة تاع المطلو، نمر مباشرة مع المقادير. هنا عندي كاس تاع فارينة، كاس تاع ماء يكون دافي، مغرف كبيرة تاع خميرة، ومغرف تاع سكر. أول حاجة نجيبو غيسيبيان نحطو فيه الكاس تاعنا تاع الماء الدافي، نحطو معاه هذاك الكاس تاع الفارينة، ونزيدو المغرف الكبيرة تاع خميرة الخبز والسكر. نخلطو هادما المقادير كل مع بعضاهم حتى يتجانسو كل مليح، وتتحل هذيك الفارينة والخميرة في الماء جيدا كما قاعدين تشوفوا في الصورة. نخلطو مليح مليح مليح، لازم ما تكونش عندنا خلاه كتل. ومن بعد نغطيوها بابي فيلم ونحطوها تخمر مدة 4 ساعة. هنا خمرت لي العجينه تاعي، يعني هذه ليتاب الاولى اللي راح نديرها. شوفوا كيفاه تحصلت على الفقاعات، اختمرت مليح. نضيف زوز مغارف صغار تاع ملح كما قاعدين تشوفوا، ونضيف زوز مغارف كبار معمرين زيت كما قاعدين تلاحظوا، ونزيدوا الكاس الاول تاع السميد يكون ارطب. من الافضل ان نستعمل سميد الارطب، راح نستعمل زوز كيسان. نضيفوا الكاس الاول ونخلطوا مليح حتى يتجانسوا المكونات الكل مع بعضها. ومن بعد نزيدوا الكاس الثاني تدريجيا. شوفوا هنا راني دخلت مليح هذاك السميد مع الخليط تاعنا الاول تاع الخميره. نجي نضيف الكاس الثاني تدريجيا. انا استعملت الكاس الثاني كامل، يعني زوز كيسان كومبلي. وعليه نحطوه تدريجيا على خاطر قادر تكون الفارينه تاعنا ما تشربش تشرب عفوا تشرب لنا الكميه تاع الماء. دونك احنا نسحقوا العجينه تجينا طريه وتتلاصق، ما نحبوش العجينه تجينا يابسه. كيما معروفه المطلوع العجينه تاعها تكون مطلوقه. يعني ندخلوا مليح هذاك السميد حتى تتجانس المكونات الكل. انا كملت الكميه تاعي تاع السميد، خلطتها مليح. شوفوا حتى تحصلت على الخليط يكون بهذا الشكل القوام تاعو. ونبداو نعجنوه مليح، نعجنو جيدا. هنا يعني المده تاع العجن تستغرق 10 دقائق كيك. نطولوا بالنا عبالي بكم الكل شطورات. شوفوا حتى نتحصلوا على العجينه تكون طريه بالشكل هذا، لازم تكون تلصق شويه باه تنجح الوصفه تاعنا. راح تعذبكم شويه برك مع الاول، ومن بعد سي بون كي يبدا يتطلق لينا يعني الجلوتان هذاك اللي في الفارينه والسميد، رايحه تسهل علينا عمليه العجن. انا عجلتها حتى تحصلت على عجينه ملساء كما قاعدين تشوفوا فيها بهذا الشكل. نكورها ونحطها في الإناء تاعها، تعاود تخمر مدة تانية حتى يدوبل دو فوليم تاع لاباط تاعنا. نغطيوها بابي فيلم ونحطها أباغ. كي نشوفوها دوبل دو فوليم نخرجها كيما قاعدين تشاهدوا فيها هنا في الصورة. اختمرت لي نحيلها هذاك البابي فيلم و نقسمها اون دو. هنا ما تكسرولهاش الخمور باه تجيكم يعني ملاحه، وفي ساعه تزيد تخمر تكسرولهاش الخمور كيما قاعدين تشاهدوا. نقسمها ديريكتومون اون دو. انا المكيال اللي عطيته لكم هذا دار لي زوز خبزات. شوفوا الطريقه، نكورها ديما نحافظ على الخمور تاعها. ومن بعد هنا نعطيكم طريقه كيفاه راح نطيبها وتجينا سهله. على بالي الاغلبيه يعاني ومنها كي يجيو يهزها يحطها في الطاجين تعاود تتفش. دونك هنا نجيبو ورق الطهي نرشوه
بشويه تاع السميد، ونحطو لاباتي تاعنا ونزيدو نرشو السميد. هنا السميد ضروري باش يعطينا هذيك طبقه من فوق خوستيان، ونحلو العجينه تاعنا فوق الورق الطبخ، ومن بعد نقلبها هنا ناحيتها. نزيد نعاود نسوبودري السميد تاعي، ونفتح العجينه على قد هذاك ورق الطبخ. هنا ما ديروهاش رقيقه، خلاص واحد لواحد سنتيمتر، ونخليها تخمر المده الكافيه، يعني مده ربع ساعه راح تكفينا. نشعلوا الطاجين ونخليوها تخمر. المطلع تاعي خمرت الان، واش ندير؟ نجي نطيبها. انا حطيتها خمرت مده ربع ساعه، يعني لو طون لي الطاجين كان قاعد يسخن هي قاعده تخمر. دركا نهزها ونحطها ديريكتومون في الطاجين باها بهداك الورق. شوفوا راني حطيتها في الطاجين باها بالورق، تجيكم طريقه سهله وهكا ما تعودش تتفشلكم هذيك الخمور تاع المطلوع وتجيكم هايله. كي نشوفوها بدات تطلع نقلبها فاسيلمون. شوفوا هنا اي بدات تتنفخ لي، نقلبها. قلبتها عادي، نجي نحيلها هذاك الورق. شوفوا، والان نبدا ندورها بالعقل بالعقل حتى تتحمر لي من جميع الجوانب. نقلبها باه طيب من جميع الجوانب. كما قاعدين تلاحظوا نزيد نكمل ندورها، ومن بعد ندير لها الحواشي. شوفوا كيفاه تنفخ. ها هي المطلع تاعي واجدة كيما قاعدين تشوفوا فيها. الكمية اللي قلتها لكم دارت لي زوز خبزات، صدقوني جات رائعة. شوفوا شوفوا كيفاه، شوفوا فارغة خلاه من داخل. شوفوا شوفوا كيفاه خفيفة، وصفة هادي روعة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنشفوا فيها. دوك نقسم قدامكم كيما عودتكم باش تشوفوها من داخل كيف ما جات. شوفوا شوفوا من داخل زي ما جات. شوف فارغه خلاه من داخل، ناجحه 100%. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها وتعطيني رايكم، وانا نقول لكم سلام.